ابوك اتساهل معانا. شوفي بقى الله اعلم، انت واحده رخيصه. انا ايه؟ واحده رخيصه، انا واحده رخيصه؟ ابوك يرخص بيكي. والله هو انت يعني هتقول نفس كلام امك ولا ايه يا وليد؟ امك بتقول لي انت رخيصه وابوك يرخص بيكي. والله امي قالت لي كده. والله امك قالت لي كده يا استاذ وليد. والله امي معاها حق، ده انا كنت لسه هقولها لك. ابوك اتساهل فيكي، نعمل له ايه؟ برضه قلت لك يا وليد ما تتكاش عليا، وانت عارف الظروف صعبه الايام ديت وكده يعني. بس انت ليك عندي اللي انا نشيلها لك في عينيا الاتنين، وانت عارف الكلام ده. صلي على النبي يا عم احمد. عليه الصلاه والسلام. يعني قصه عينيا، وانا عارف انت هتشيلها في عينيك، بس هو مش بالكلام يا اخويا. انت جاي داخل تاخد بنت ناس، وبعدين دي اختي. عارف يعني ايه اختي؟ عم على راسي من فوق. ما على راسك بقى يا عم احمد، يبقى تثبت الكلام ده. انا قلت لك القايمه بتاعت اختي 500,000 جنيه، غير الذهب اللي هيجي ده بره هيتكتب كده بالمبلغ لوحده على جنب، وفرشك بقى وعفشك مش هوصيك بقى، انت هتفرش شقتك. ياما خالص، خلي بالك اللي انت بتتكلم عليها دي، يعني انت الدنيا مش كده خالص. هو ايه يا ابن الايام؟ انت كده بتبحوني يا حاجه يعني. ليه هو انت فاكر نفسك جايب واحده من الشارع ولا ملهاش اهل؟ لا ولا مش شارع على حاجه، انا عارف انا جاي عند مين، وعارف انا جاي نتقدم لمين. هي يا ابني انا قلت لك يفتح الله، احنا عندنا دي بنتنا، واحنا ادرى بيها، واحنا نعمل اللي احنا عايزين نعمله معاها. قيمتنا 500,000، عاجبك يا ابني ولا مش عاجبك؟ اختي تمنها غالي، اختي ما تتقدرش بمال الدنيا. انما بقى هتقول عينيا واحفظها في عينيا واحط لها ماده حافظه واشيلها في الثلاجه واقفل عليها؟ كلها قالت الكلام ده قبل كده. ما ينفعش يا ابني. لا لا، الاصول ما بتقولش كده يعني. حتى على العموم انا هفكر كده وهبقى اكلمك ان شاء الله. والله شور اهلك برضو، وده طبعنا وده اسلوبنا. شرفتنا يا عم. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استنى اجي اوصلك عشان الضلمه تحت. بس انا ماشي معاك. روح على عشور نفسي. ايه فكرين بنات الناس ايه؟ لعبه ولا ايه؟ لا ده آية تتقدر وتتقدر، ده ولا بكنوز الدنيا كلها. ده أنا مرضتش أقول له 800,000 ولا 900,000. إيه يا ماما؟ نعم. آية جوه زعلانة من الكلام اللي أنت قلته. ما تزعل ولا تولع. آية هعمل لها إيه؟ آية يعني بنخيموها في نظر الناس، مش عاجبها كمان آية؟ يا ماما لأ يا ماما، آية بتحب أحمد وأحمد بيحبها، فملهوش لازمة الكلام اللي انتوا بتعملوه ده. حبها بورسي يا اختي، حب ايه وبتاع ايه؟ حقها وبنحفظه لها قيمتها. طب انتوا مش شايفين كده ان انتوا اتكيتوا على احمد جامد يعني ولا ايه؟ اتكينا على احمد فين؟ يعني ايه هو اتكيتوا؟ وانت مالك انت بالكلام ده؟ يعني ايه يا ماما انا مالي؟ طب ما انتوا متجوزيني وانا بابا اتسهل معاكوا خالص ومجوزني من غير قايمه. ابوك اتسهل معانا. شوفي بقى الله اعلم، انت واحده رخيصه. انا ايه؟ واحده رخيصه. انا واحده رخيصه؟ ابوك يرخص بيكي. ابوكي قال انا مش عايز قايمه، هنعملوا له اللي تحايلوا عليه والنبي تكتب قايمه بالعافيه. لا لا يا ماما، انتوا فهمتوا بقى موضوع بابا غلط. يعني هو انا بكلمك كده عشان تقولي انت رخيصه وابوكي يرخص بيكي؟ انا بقول لك احنا عشان خاطر احنا عايزين راجل وشرير راجل، مش الكلام اللي انت بتقوليه ده. واحنا ما عندناش الكلام ده. وايه مش هتعيش يا ماما مع احمد بالفلوس وبالامضه. وبعدين هو انا جاي تديني حصه هنا ولا ايه؟ انت جايه بتديني حصه؟ بتعلميني الادب يعني ولا مش بعلمك الادب يا ماما؟ ما انت عايزه ايه يعني يا رضا؟ يعني ما في طريق ايه؟ طيب ما انا لا واقفه في طريق ايه ولا ليكي دعوه بايه ولا تنخوري في دماغ ايه. احسن انا عارفاكي يا رضا، مالكيش دعوه بايه. ايه بتسمع كلامي صح غلط بتمشي ورايا. بس الله يسامحك يا ماما على الكلمه اللي انت قلتيها، ان انا رخيصه وان ابويا رخص بيا. لا بقى، ده انت هتقل ادبك والكلام ده كده مش هينفع. اتوكلي على الله وروحي شوفي انت وراك ايه. بعد اذنك. ومالكيش دعوه بايه تاني. تزعل ولا تولع يا اختي ايه؟ قال ايه قال زعلانه، هي كانت اشتكت لها ولا انت الغل والحقد اللي مال قلبك؟ روحي روحي بقى كده يا ماما. انا رخيصه وابويا رخص بيا يعني عشان بابا تسهل معاكوا في الجوازه يتقال في اللي عليا انا كده في الاخر؟ ماشي يا ماما. يا رضا. ايه ولي، نزلت مع احمد؟ احمد طب عمل ايه معاكو؟ احمد عمل ايه معاكو؟ والله زي ما بقولوا كده، في مثل طلعنا لان كده بقول لك ايه، الغاوي ينقط بطاقيته. مش ببلاش. ايه طيب ماشي يا وليد، يعني لازم يعرف معنى
قيمتها كده وتبقى متعززة كده ولها شأن، مش كده؟ طيب يا وليد ماشي. طب ما انا وانت متجوزين من غير قايمة، ها؟ انا وانت متجوزين من غير قايمة، لو انت هتجيبي نفسك لآية؟ هجيب نفس الآية؟ والله هو انت يعني هتقول نفس كلام امك ولا ايه يا وليد؟ امك بتقول لي انت رخيصة وابوك رخص بيكي. والله امي قالت لي كده، اه والله امك قالت لي كده يا استاذ وليد. والله امي معاها حق، ده انا كنت لسه هقولها لك. ابوك اتساهل فيكي، نعمل له ايه؟ رحت له عايز اتجوز رضا، قال لي يا ابني يا مرحبتين احنا بنشتري راجل. طب ماشي، ايه المشكله؟ اشترى راجل اهو. بص انا هقول لك على حاجه. انا ايه ديت انا محتبرها اختي مش اختك خالص يعني، فانا هتكلم كلمتين اتنين. اختك بقى يبقى ما تغريش بقى لا انا وتروحي متضايقه بغير من كده ايه يا وتضايقه. جماعه؟ انتوا عمالين تقولوا بتغير بتغير، بغير من ايه؟ ايه ما توقفوش في طريقها، دي حاجه ودي حاجه ترجع لكم يعني في الاخر. الحاجه التانيه ان انا ابويا فعلا غلطان ان هو عمل كده، ان اتساهل في الجواز عشان كان بيشتري راجل، كان عايز راجل، فهو مش امضى اللي هتعيش بنته. وانت بقى عسكري مرور بقى واقف في الطريق بتاع عيا بتنظم لها الطريق رايح جاي، انا تمالك رخيصه يا انت. وليد؟ انا ابويا اتساهل في جوازتي يا وليد؟ ايوه ابوك اتساهل معانا، الراجل اتعاون، هنعمل له ايه طيب؟ نقول له لا والنبي اتك علينا؟ لا يعني انت شايف كده؟ مش هو ده اللي حصل؟ طب انا هقول لك على حاجه بقى، قول. انا هروح للراجل اللي رخصني واشوف الكلام ده معاه ايه. لو طلعت بره باب البيت هتبقى على ذمة نفسك. مش عايز ارجع يا وليد، طالما انا رخيصه في نظرك وفي نظر امك مش عايز ارجع. ريحي يا اختي ما ترجعيش، في ارخص منك هجيبه، ايه القصه يعني؟ ده ما فيش اكتر منهم، انما اختي دي تربيتي، دي لازم تطلع كده حاجه قارن نفسك بيها. هتني ساكت ياما كده رضا؟ ما تريحي قلبي يا بنتي. رايح قلبك على ايه يا بابا؟ ايه اللي عندك ولا فيك ايه مالك؟ من ساعة ما لقيت وانت ساكتة كده. ما هو انا لازم اتكلم عشان مش هينفع افضل ساكتة كده. ماشي اتكلمي، سامعك. في عريس طبعا انت عارف احمد خطيب آية، عايز يتفق عشان الفرح وكده فبيتكلموا في القايمة وانت هتشيل ايه وانا هشيل ايه والكلام ده، فبيتكلموا القايمة ب500 ألف وانت عليك السجاد والستاير وهتشيل حاجات كتير يعني وكده غير الذهب. مين اللي بيتكلم؟ وليد وماما. اه فانا دخلت عليهم يعني بقول لماما انت يا ماما انت كده اتكيتي على احمد وآية بتحب احمد وهما الاتنين عايزين بعض وكده، بتقولي لا انا ابني انا بنتي لازم تبقى حاجه فوق كده وبنتي مش رخيصه والكلام ده. قلت لها يا ماما طب ما انا متجوزه من غير قايمه. قالت لي عشان انت رخيصه ها؟ وابوكي رخص بيكي. امه قالت لك كده؟ ايوه يا صلاه النبي، يعني انت والاسود رخيصه عشان انا جوزتك من غير قايمه؟ والاسود بقى يا بابا ان انا بروح اكلم والده بقول له امك قالت كده، قال لي صراحه امي عندها حق، انت ابوك اتسهل في الجوازه مش ذنبنا، انما انا اختي مقامها عالي ومقامها فوق. وليد رخر. ايوه يا بابا. وليد اللي انا عبده ابني اللي انا مامن على لحمي. يا صلاه النبي عليك، عليك افتر، عليك جبروت، يا صلاه النبي. ده مين ده كمان؟ ما اعرفش يا بابا، هقوم قوم اشوف شوفي مين. حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله، بقال عشان نسطر بيت. انت ايه اللي جابك يا وليد؟ انت جاي ليه؟ انا جاي اتكلم مع ابوك يا رضا. في ايه؟ تعال اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ ازيك يا حاج وليد؟ ايه يا رضا، مش هتيجي تروحي بيتك بقى يا رضا ولا ايه؟ اروح بيتي ازاي وانا رخيصه؟ اروح بيتي ازاي وانا ابويا اتسهل في جوازتي؟ ان ابويا ما صدق رماني ولقالي جوازه. رضا انت عارف ان ساعه الزعل وساعه المشاكل يعني الواحد ممكن يطلع كلام ما بيبقاش ساعه الزعل بقى اللي انت بتقول عليه ده وساعه المشاكل اللي في القلب هو اللي بيطلع. استنى رضا، فاهمها يا عم محمد؟ استنى رضا، الواحد ساعه الزعل بيقول انا هنفهمها يا عم، انا هنفهمها. ابوك عايز يعني ايه يا رضا؟ انت ساعه زعل وامك ساعه زعل. انا عايز اسالك سؤال وبقى تجاوبني عليه. انت دلوقتي انت لما جيت تناسبني وعطيتك بنتي وامنتك على لحمي ما كانش صعبان عليا ولا انا مظهر بيني وبينك، انا امنتك على لحمي بنتي دنايا امنتك عليه، مش تصعب عليا ورقه تيجي النهارده انت وامك بتعايروها بالورقه دي؟ طب ما الورقه دي حاجه وليه
انا ما عرفتهاش يا عم محمد بالظبط يعني كده. انا بقول لها انت رخيصه يا وليد، بقول لها انت ابوك اتسائل معانا، هنقول له بالعافيه. لا يا عم اضغط علينا راجل ماشي، ما خلاص ما عملش حاجه. معنى ايه كلمه رخيصه يا وليد؟ مش ليها كذا معنى يا بابا. مش رخيصه يا عم محمد اللي هي رخيصه ان هي لحمها رخيص، ولا ان هي فيها عيب، ولا فيها حاجه وحشه. يعني زي ما بقولوا بالبلد يعني الموضوع جاي سهل، جاي بسيط يعني. سهل عادي، انت راجل اتعاونت معاك. يعني انا اتعاونت معاك، والتهاون في حد ذاته مش كويس. تعاونت يا عم محمد، تعاونت معاه. لا لا لا، تهاون اسمه تهاون يا وليد. ما اللي تهاون في شيء النهارده الناس بتحسبها له حسبه ثانيه، يقول لك ده الحاجه دي مقنونه، ده الحاجه دي بيها، ده الحاجه عليه. اما الدنيا مش كده يا ابني، الدنيا مش كده. انا امنتك على لحم، ما صعبش عليا ورقه زي ما قلت لك وبنقولها لك ثاني. وانت وليد مش جاي النهارده، رايح الدكان راح تجيبها منه. ايه مش هتروحها دي؟ وادخل الحمام زي خروج يا ابني. ماشي يا عم محمد، بس انا هقول لك على كلمتين. اتفضل قول 10. انا مش من حق اي حد يمنعني عن مراتي، انا هاخد مراتي وهاخدها بالعافيه. هتيجي معايا بنت الناس ولا لا؟ عافيه من مين؟ هاجي معاك ولا لا؟ اتكلم كلام على جدك. ثواني بقى يا بابا، اروح معاه ولا ما اروحش؟ لما هو قال لي انت ابوك اتسال في جوازتك وامه قالت لي انت رخيصه، اروح معاه ولا لا؟ واللي ابويا عمله ده من كام سنه في جوازي ده غلط ولا مش غلط؟ بس انا قصدي ابويا هنا ان مش ورقه او امضه هي اللي هتعيشني. مستنيين ردكم يا جماعه في التعليقات. السلام عليكم.